بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، ظاهرة خطيرة جدا تنتشر اليوم وهي المقاطع والأفلام الإباحية، للأسف أصبحت في متناول الجميع وبخاصة الشباب، وهذه الظاهرة تؤثر أكثر شيء على الأطفال. سبحان الله، الله تعالى حذرنا قبل 14 قرنا، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذه آية تحذرنا من أن نتمادى في النظر إلى ما حرم الله، ليحفظنا الله من شر هذه النظرات. لذلك دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة. تقول دراسة أمريكية جديدة إن الإدمان على مشاهدة الصور الجنسية والأفلام الإباحية يؤدي إلى خلل في نظام عمل الدماغ، مما يفقد الزوج إحساسه بالاستقرار في بيته ويفقده الشعور بالسعادة مع زوجته، وبالتالي تبدأ المشاكل الزوجية بالظهور. وتقول يعني أخصائية العلاج السلوكي أندريا كوزاوسكي حول أسباب هذه الظاهرة حسب مجلة التايم: بعد ممارسة الجنس يفرز الدماغ مركب دوبامين المسؤول عن الشعور بالسرور والحب، ولذلك تزداد متانة العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. ولكن عندما يشاهد الرجل أفلام البورنو بكثرة، فإن دماغه يعتاد على إفراز هذه المادة دون وجود شريك حقيقي، وبالتالي تنحرف نقطة التوجيه في الدماغ من الشريك الحقيقي إلى الوهمي، ويبدأ التعود على اللذة المتأتية من هذه الأفلام، ويبدأ الدماغ بالانهيار على نفسه. سبحان الله. لذلك عندما يكثر الإنسان من مشاهدة هذه الأفلام فإنها تؤدي إلى تدمير الحياة الزوجية. سبحان الله. لذلك الله حذرنا من ذلك بكلمات بسيطة ورائعة جدا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.